رايكم اخدكم ونروح للافضل هذا الموسم من اللعيبه؟ ايه رايكم؟ الموسم يعتبر خلاص بيفنش في كل خلاص في كل المراكز. تمام. نشوف ايه تمام في المراكز قصدك؟ في المراكز يعني. في المراكز جاهزين؟ يلا كابتن. طب الافضل في كل مراكز اللعيبه في الدوري المصري اللي قارب على الانتهاء مع نجومنا كابتن مدحت، كابتن بشير، كابتن طارق السيد. يلا بينا. صبحي ولا عواد ولا شناوي؟ كابتن مدحت من اول الموسم لنهايته محمد صبحي. محمد صبحي؟ انا عواد فجأة. لا انا مع الكابتن مدحت من اول الموسم لنهايته. احنا بنتكلم، احنا حددنا من اول الموسم. في فرق نهاية الموسم ازاي وفي فرق بين انت لاعب الموسم كله. انا بالانتاج في الاخر اللي فادني مين، اللي جاب لي مين، اللي سد عواد. انا والله العظيم انا ما ناقشتك عواد. عواد هعمله لك صبح. طيب شايف عبد المنعم ليك انت، عبد المنعم ولا اسامه جلال ولا الونش؟ لا الونش بمراحل يعني بمراحل. يلا طيب الونش طبعا. الونش ها انت تقدر تقول غير كده؟ مش حاجه. لا اصل ده واقع برضه يا جماعه اسمعوني، ده ما يقدرش يقول غير كده. ليه؟ هو عارف ابني الونش. لا بس هقول لك على حاجه كابتن مدحت، انت بتقول لا انت بتتكلم. لا الونش، انا بتكلم على الونش. لا يا عم لا 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 في حته تانية. مع احترامي طبعا لعبد المنعم. لا انا بتكلم على حاجه اثنين لعيبه صغيره، حاجه برايفت. يلا يا باشا، ده ظهير ايمن فاركو، جيفرسون انكادا ولا كريم العراقي ولا عمر كمال عبد الواحد؟ انا انا عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال. طارق عمر برضه. عمر عمر اجماع. يلا نبتدي بقى بطارق السيد. باك ليفت معلول، فتوح، حمدي. مفيش وجه مقارنه يا قول يا كابتن. فتوح طبعا. فتوح. طب انت عجبك فتوح النهارده؟ هل كره القدم اللي قدمها فتوح في هذه المباراه النهارده شفتها ازاي؟ لا ارد عليك انا. لا رد عليا بجد. هرد بس بسرعه. النهارده المباراه بتاعتي استعراضيه. لا لا انا هرد استعراضيه. مش استعراضيه بس كمان، ده فرقه سهرانه امبارح ومحتفله وفي حمام السباحه. طارق غير كده. انما فتوح ده عندك نقص عددي من اول المباراه. مش ناقص يا كابتن، انا قايم لعيب ماتش. فتوح حبيبي. فتوح هو انا قايم لعيب ماتش. يلا يلا فتوح. طبعا فتوح. فتوح ده راجل احسن باك ليفت في كاس الامم. خلاص يلا ديفندر. مهند لاشين، ديانج، بلاتي توري. يعني ازاي دول محطوطين؟ مش فاهم برضه على اي اساس. ديفندر في نص الملعب. بس في الناس ذو بطل الدوري فين؟ طيب ماشي، ليه مش محطوط حد من بطل الدوري؟ ما لسه اختار اللي انت عايزه. بشيل ممكن يكون في حد في دماغك. واحد تاني لسه جاي، ما تقلقش. انت بتسبق الاحداث ليه؟ بس غريبه. اهدى بس، ما بتسبقش. انت بتتكلم على دولت اللي هم الديفندر. طب ما فين من زمان؟ في ديفندر تاني. في من لا انت في بس في اتنين في وسط الملعب. ماشي دول ستة مثلا. دول ستة. برافو عليك. ماشي دول ستة. برافو عليك. لازم يكون برضو فيهم حد من بطل الدوري. فين بيراميدز؟ ده اللي انا قصدي. فين بيراميدز؟ ما هو حاطط بلاتي توري بيراميدز. بس ممكن يكون برضو مين؟ قول لي مين؟ مين؟ لا انا من وجهة نظري دونجا. دونجا؟ بس دونجا مش محطوط هنا. ماشي. مش انت ما قلتليش حاجة بالزمالك برضه. دونجا بالزمالك. يعني بعد الهوسه دي قال لك دونجا. لا يعني بيراميدز دونجا. طب ممكن تختاروا لنا واحد من الثلاثه دول؟ ديانج طبعا. انا بالنسبه لي ديانج. بالنسبه لي في الثلاثه دول كده ديانج. ديانج. ديانج دلوقتي في في الثلاثه دول ديانج. ديانج يلا ديانج. خش على اللي بعده. اهو. ايوه بقى كده. عمرو السيسي، امام عاشور، السولية. مسكت؟ لا ما سكتناش. انا عندي امام طبعا. طبعا. ما فيهاش نقاش. الراجل كسب نادي الزمالك ماتشات كتير ومهمه. لا امام فرق الفتره الاخيره مع نادي الزمالك بعد 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 ما شارك بمغادره الساسي. خلاص بعد ما الساسي ما مشي امام بدا يشارك بقى في حته. يبقى امام ماشي. اللي بعد افضل جناح رمضان صبحي، رفعت، بن شرقي. صعبه دي. لا مش صعبه. لا مش صعبه. انا واحد من الناس اللي بحب رمضان جدا ولعب رمضان، وقلت رمضان لو في نادي شعبي يا طارق الشعبيه بتاعته بيختلف. اختار بيختلف كابتن. تمام. انما هنا واحد كان فارق مع الزمالك وعامل كل حاجه مع بن شرقي. كابتن بن شرقي. كابتن اشرف. اشرف مين؟ بن شرقي برضه. اسمه اشرف والله. طيب شيكا، زيزو، عبد الرحمن مجدي. في ايه بالظبط؟ في ايه بالظبط؟ يعني احسن صانع لعب احسن ايه بالظبط؟ دول وينج ليفت ودول وينج رايت. هو شيكا بلا ما يتحطش مع مع الاثنين. يلا يا جماعه عشان وقتي خلص. شيكا ها؟ لا في الفتره الاخيره زيزو طبعا من اول الدوري. زيزو يلا اللي بعده بسرعه. طيب
محمد ابراهيم صانع العاب، محمد ابراهيم، عبد الله السعيد قفشه، عبد الله السعيد، عبد الله السعيد، عبد الله السعيد، عبد الله السعيد. ها انا بحب محمد ابراهيم بصراحه. ها محمد ابراهيم. يلا اللي بعده، سيف الجزيري، شادي حسين، واحمد عاطف، واكتفي بدول. لا ده انت بتتكلم فيه، ما انا اسف بقى يعني. الجزيري طبعا، الجزيري ده منتخب جزيري. الجزيري، الجزيري، الجزيري. كابتن مدحت، مبروك لنادي الزمالك الفوز بالدوري، واهو دلع اهو. انت فرحان؟ شيرتات. انت فرحان؟ لا يعني لا، انت لازم تفرح على فرحه الجماهير. لا هو فرحان. لا انا لا افرح الله فرحان. لاي فرقه انا افرح لكل الفرق المصريه. حق الله فرحان. فرحان فرحان. يلا يعني اهو دلع وتيشيرتات واغاني، الزمالك واخد حقه. لا مش قوي يعني، واخد حقه. ليه اعمل ايه؟ انا قاعد اسبوع طب لا، الزمالك واخد حقه، لازم ياخد حقه. طيب. عادي جدا جدا، كل الفرقه تاخد حقها، واللي ياخد بطوله لازم نحتفل بيه، ولازم نقول له مبروك، ولازم نعمل اللي احنا عملناه النهارده من خلال شبكه طبعا ام بي سي مصر وبرنامج اللعيبه.